مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من حديث التعليمية، أهلا بكم جميعا. طبعا خلاص المدارس على وشك الابتداء وعام دراسي جديد، كل عام وحضراتكم بألف خير. وطبعا كل المدارس حاليا بتقف على أهبة الاستعداد للفترة القادمة وبداية عام دراسي جديد. كل مدرسة بتحاول إنها توفر كل الإمكانيات اللي ممكن تتاح لطلبها عشان العام يمر بخير وسلامة ويسر. وإحنا النهاردة معاكم من خلال هذه الحلقة هنتكلم عن استعدادات بعض المدارس للعام الدراسي الجديد. ومعي في الاستوديو أستاذة فاتن سيد أحمد مديرة مدرسة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأيضا الأستاذة سامية الصادق مديرة مدرسة تعليم أساسي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يا ترى فعلا بدأتوا الاستعدادات للعام الدراسي وإزاي بتتم هذه الاستعدادات؟ يعني طبعا حضرتك في مدرسة تجارية، يعني فهل الأمر بيختلف برضو عن المدارس العادية؟ احنا عندنا في المدرسة يعني طول الصيف وكان فيها شغل، يعني احنا مش بنستعد بس الأيام دي، احنا مستعدين من بداية فترة الصيف، لان احنا عندنا بيبقى في صيانة، في عندنا صيانة شاملة وفي عندنا صيانة بسيطة. فاحنا عندنا المدرسة بتاعتنا كان فيها صيانة شاملة، ف كانت شاملة كل حاجة، الأبنية، الحمامات، الطرقات، الأفنية بما فيها من ملاعب، طبعا الأساس بتاع الطلبة. ف بيبقى في حاجات بتحتاجها المدارس، يعني الـ الإمكانيات المادية اللي مين اللي بيوفرها عشان الوزارة حضرتك هي اللي وفرت لنا إن شاء الله كل التجهيزات اللي كانت محتاجاها المدرسة، لأن المدرسة كانت محتاجة يعني صيانة شاملة ككل بالنسبة لكل حاجة، حتى تغيير البلاط والحمامات كلها من أول وجديد اتعملت. بتعملوا حساب الظروف، حساب برضو ان احنا داخلين على فترة شتاء وبيبقى فيه احيانا بعض العواصف، بعض الامور اللي بتحتاج ان الفصول والنوافذ والابواب تكون سليمة. لا، كل ده حضرتك اتعمل له صيانه من الاول وجديد، يعني كل المدارس عموما، يعني مش مدرستنا بس، كل المدارس قبل دخول الدراسه بيتعمل لها كل الصيانه دي، لان طبعا حضرتك عارف الحوادث اللي بتتعرض لها الطلبه، سواء من كسر ازاز او من زي ما شفنا السنين اللي فاتت نخله وقعت على سقف طالب. يقع على طالب، حاجات كده غريبة. فكل دوت يعني الوزاره مشدده والمديريه على ان الصيانه تبقى شاملة كل حاجة عندنا في المدرسة. في حد بيشرف على حد، يعني جهة معينة بتشرف على أيوة، احنا الصيانة في عندنا لجان على طول متابعة من المديرية، والمدرسة أصلا ما بتستلمش غير لما بتبقى الصيانة بتاعتها كلها كاملة. تمام. طيب أستاذة سامية برضو نفس الكلام، يعني كلمينا عن استعدادات مدرسة حضرتك للعام الدراسي الجديد وهي مدرسة للتعليم الأساسي. بالمناسبة كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة حضرتك طيبة. أسرة البرنامج كلها وشعب مصر كله، كل سنة وأنتم طيبين. طبعا في نهنئ الوزارة على المجهود الشاق اللي هي بتعمله طول السنة معانا، من لجان متابعة، من دايما تتابع تتابع الوزارة، دايما متابعة لينا في كل أمورهم. وطبعا احنا بنهني الأسر المصرية بدخول العام الدراسي الجديد، وطبعا احنا بنبدأ في طبعا في بناء كل حاجة، مثلا حجرات المدرسين، الكمبيوتر، دي كلها إصلاح شامل لكل حاجة طول الفترة دي. فاحنا فعلا بدأنا تعليم اساسي، انا يعني بتعليم من ابتدائي واعدادي. التعليم اساسي احنا ابتدائي طبعا، بس هو طبعا ممكن يكون شامل لحد الاعدادي، بس احنا المدرسة المدرسة خاصة ابتدائي فقط. ابتدائي بقى فقط. هل بيبقى ليها استعدادات خاصة، خاصة ان دول بيبقوا اطفال يعني بيبقى. طبعا اهم حاجة طبعا العلم المصري اول حاجة، وعلم المحافظة دي حاجة، دي لازم واجهة المدرسة يكون فيها الحاجة اللي تدل على الايه، على الدولة، هو العلم المصري وفي نفس الوقت علم المحافظة. بعد كده بنبدأ في السباكة، الكهرباء، لأن دي حاجات مهمة جدا. الأفنية نفسها، يعني كمان حضرتك أنا بلاحظ إن في بعض المدارس عندها أفنية أسمنتية، يعني فدي أساسا ممكن تكون مضرة جدا بالنسبة للأطفال لو حد وقع مثلا
ممكن تبقى إصابات طبعا خطيرة. هي فعلا بتبقى اصابات خطيره، فاحنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نتفادى الحاجات دي. وعملنا طبعا الاصلاحات في البياض، طبعا بياض المدرسه كله، كله دهانات جديده، الديسكات برضو لازم تبقى يعني في استعدادات للتلامذه بحاجه نظيفه. بس يعني هل يعني مازال لسه الفصول الدراسية كما هي عبارة عن تخت وسبورة وديسك للمدرس وخلاص على كده مفيش أي لا، في تطور طبعا، في عندنا الكمبيوتر طبعا، دي في حاجة كل فصل؟ في كل فصل. لا مش هو بيبقى معمل شامل تكنولوجيا للحاجات أنا اللي أقصد هي الفصل نفسه ما اتغيرش لا، شكله عاد يعني. بينزل التلميذ ما بيقعدش في الفصل طول الحصص زي زمان، الوقت عادي فيه لازم متخصصة الكمبيوتر تقعد، مدرسة الكمبيوتر مع مدرس الفصل، دي ليهم حصص ومتوزعة. واحنا طبعا وزعنا العمل على كل عامل في المدرسة، يعني انا دورك كان ايه؟ نفسي يبقى فيه امكانيات جديده، يعني كل فصل مثلا يتاح فيه مثلا جهاز كمبيوتر، فيه داتا شو، الحاجات دي برضو ممكن تبقى يعني مهمه للطلاب، مش لازم ان هم يدخلوا المعمل، وندخلهم المعمل بحساب اكيد. طبعا عشان الحصص بتبقى متوزعه على جميع المدرسه، فبنضطر ان احنا ايه، بتبقى فعلا الحصص كل واحد ليه ايه هل دي وقت. حاجات بتتطلب امكانيات عاليه جدا؟ طبعا ما تعرف حضرتك طبعا، هي الوزاره بتصرف قد ما تقدر من مجهود جامد، فاحنا الحاجات دي كلها طبعا بنراعي ان احنا ايه، ان احنا نمشي على قد امكانيات الوزاره، وان شاء الله تمام. يعني. أستاذة سامية، يعني حضرتك في مدرسة تجارية، هل هي مدرسة تجارية بنات ولا لا بنين؟ أنا بنات، أستاذة فاتن. أستاذة أستاذة فاتن، فاتن عفوا. لا بنات. يعني طبعا القسم التجاري في التعليم الثانوي، في ناس كتير بتقول ان احنا يعني مش في حاجة اليه، يا ترى يعني هل ده كلام صحيح ولا حضرتك عندك رأي آخر؟ انا شايفه ان هو كلام مش صحيح، هو يمكن في مشكله بس في المناهج، ان هي مش مرتبطه قوي بسوق العمل. يعني هو المفروض ان المنهج بيتغير بحيث ان هو يناسب او يلائم سوق العمل، يعني الطلبه تتعلم حاجه لما تتخرج من المدرسه، تلاقي الشغل او الوظيفه اللي هي بتشتغلها زي الحاجات اللي هي درستها. فاحنا عندنا مشكله في المنهج، هي مش المشكله في ان التعليم التجاري ملوش اهميه او ملوش لازمه. لا، هو على اساس ان مثلا بيبقى في معاهد تجاريه، بيبقى في كليه التجاره، ف يعني اين يعني يقع خريج دبلوم لا انا تجاري عايز مثلا اقول، بين انا هؤلاء؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا مدرستنا بسم الله ما شاء الله يعني دايما الاوائل على المستوى المحافظه، يعني خريجين منها وكلهم بيدخلوا معظمهم كليه تجاره، سواء عن طريق المجموع العالي اللي بيجيبوه او سواء عن طريق المعادله التجاريه اللي هي بتتعمل في جامعه القاهره، فكلهم بيدخلوا كليه التجاره معظمهم يعني. بس احنا عندنا مشكله في التجاري، بس في حاجه، ان المستوى اللي بيدخله مش المستوى اللي هو العالي زي مستوى الثانويه العامه، مش الطلاب العالي نفسهم يعني؟ ماديا ولا العالي الطلاب نفسهم ولا هيتكلموا ماديا العالي علميا، ولا الاثنين الاثنين يعني، اللي ولا بيدخل تجاري علميا؟ عندنا بس طبعا. مش المدرسة قادرة انها تغير لا فكر بتغير، الطلاب، تغير مستواهم الفكري والثقافي؟ لا بتغير، وده اول درس على فكرة احنا دايما كل المدرسين مجمعين عليه، ان مفيش حاجة اسمها دبلوم تجارة ونقف. يعني حضرتك الطالب يبقى خريج مثلا المرحلة الإعدادية، لسه برضه صغير، لسه ما يعيش حاجات كتير، ايوه ممكن تكون ظروف حياته أيا كانت الظروف هي اللي اضطرته إن هو مثلا ما يلتحقش بثانوي عام فدخل مدرسة تجارية. ناس كتير بتتعامل مع الطلاب في المدارس مثلا اللي هي الفنية بشكل عام على إنهم أقل طلاب معلش فاشلين، في ناس مرحلة كتير بنظرتهم كده أي للطلاب دول، لكن طبعا في ناس كتير بتبقى داخلة الدراسة دي عن حب، وفي ناس بتبقى محتاجة لتوجيه، بتبقى بدأت تستوعب الأمور، تستوعب إن في حاجة اسمها مستقبل، إن أنا لازم أفكر للمستقبل، فممكن تستغلوا الظروف دي إن أنتوا تغيروا فكر الطلاب هو ده فعلا. وتوجهوهم التوجيه السليم بحيث إن هم ياخدوا دراستهم جد وما يستهينوش بيها، ويعرفوا إن لا، لسه المستقبل قدامهم مفتوح جدا ليهم، وممكن هم مستقبلهم ما ضاعش ولا حاجة، لسه ممكن يحلموا وممكن يوصلوا لأحلام كبيرة جدا. هما والله بيوصلوا، لان انا بقول لحضرتك ان احنا كمعلمين كلنا دورنا في الاول خالص، احنا اول درس بنقوله
هي غلطه غلطناها في الاعداديه، جبنا مجموع قليل دخلنا بيه ثانوي تجاري. اها. فالغلطه ما بنغلطهاش مره تانية او ما بتتكررش، وبنقف عند دبلوم التجاره، لا احنا بنصلح الغلط بتاعنا وبنبدا نستوعب ان في حاجه اسمها بكالوريوس وفي حاجه اسمها دبلومه وفي ماجستير وان احنا ممكن نوصل لكده. تمام، هرجع لحضرتك تاني. لكن استاذه ساميه، يمكن المرحله اللي حضرتك يعني بتديري فيها المدرسه، مرحله الابتدائي، مرحله خطيره جدا ومهمه جدا، وبيترتب عليها مستقبل الانسان وفكر وثقافه الانسان وكل حاجه بيوصل لها في المستقبل، حتى شخصيته، حتى اسلوبه في التعامل في الحياه بيتوقف على المرحله دي. فهي مرحله هامه جدا، ما يجبش ان احنا نستهين بيها ابدا، مرحله بناء الانسان في كل نواحيه. ده بيتطلب اكيد مجهود شاق من حضراتكم، وخاصه فيما يتعلق بالمعلمين اللي بيقفوا امام هؤلاء الطلاب، المفترض ان هم يكونوا قدوه ليهم في كل شيء. هو بصراحه في تدريب مستمر للمدرسين طول الفتره، في فتره الصيف كله بناخد فيه تدريب كامل على كيفيه، طبعا وقوفك في الفصل ايه، طبعا في حاجات نازله في الوزاره جديده كلها حاجات شامله، ان هي بتعلم التلميذ ان انت تقف ازاي، ازاي الفكر المناسب مع التلميذ. طبعا احنا كل اللي عندنا خريجين كليه التربيه كلهم بلا استثناء. بلا استثناء. وطبعا التربيه والتعليم الوزاره نفسها تدريب مستمر طول السنة، مش بتقف على فترة واحدة، لا طول السنة تدريبات. فالحمد لله ان احنا طبعا بيبقى في إذاعة مدرسية في فترة الدراسة، إذاعة مدرسية بتنمي عند الطفل ازاي تقف، تبقى ايه اعلامي مصغر. دي مهمه جدا الفتره دي في اكتشاف المواهب، يعني طبعا في اكتشاف المواهب، طبعا في حكايه ان التلميذ بيقرا القران، طبعا تبقى حاجه جميله جدا. الصبح برضو اسئله في طابور الصباح، الاسئله دي بتبقى لها جوائز مثلا عينيه بتحفز. طابور الصباح ده بياخد وقت قد ايه تقريبا؟ هو بياخد ربع ساعه تقريبا، مش قليل. لا مع يعني ظروف الحصه الاولى طبعا ما بيبدا 8 الا ربع، فالطابور بيبدا 8 الا ربع وبينتهي طبعا بيخشوا الفصول 8. فدي طبعا بتبقى حاجه يعني معنى كده ان الاذاعه مثلا بتاخد حوالي 7 8 دقائق مثلا، ربع ساعه. ربع ساعه الاذاعه نفسها، الاذاعه المدرسيه ربع ساعه. طبعا وفيها طبعا يعني تدريبات رياضيه بتنمي سلوك التلميذ جدا، والكفايه النشيد الوطني، دي حاجه جميله جدا لما تسمع النشيد الصبح كل يوم، فبتبقى انتماء للوطن، دي حاجه يعني بتسعد التلميذ وبتسعد الكبار. احنا نفسنا يعني ما الناس اللي مش المفروض تستهين بالطابور بتاع المدرسه، خاصه في المرحله الابتدائيه، مهم بالعكس. جدا جدا ده الطابور في المرحله الابتدائيه دي الانتماء من الصغر، يعني زرع كلمة وطن من دروس الصفحة. دروس كتيرة جدا بيتعلموها منه، فدي حاجة جميلة بتبقى الطابور، يعني دي حتى الأطفال الصغيرين بيبقوا مبسوطين وفرحانين بكلمة نظام والتزام. بحس ان انت في حاجة كده ايه زي عسكر، يعني تربية عسكرية. تربية يعني طبعا الحاجات دي ناجحه، اللي يعني احنا بنسمع في مدارس ما فيش تحيه عامه، دي طبعا بنزعل جدا. لازم احنا اهم حاجه للطفل اللي هو لسه داخل، لسه اول سنه يخش سنه اولى ابتدائي، يحس ازاي يقف في الطابور. دي الواحد دلوقتي لما بيفتكر الايام دي بتبقى احلى الذكريات، وبيفتكر كل التفاصيل الجميله. يمكن تفاصيل الدراسه بننساها، بنفتكر بقى الطابور واللي بيشترك في الاذاعه المدرسيه. والموسيقى طبعا، الغناء، فقره للغناء، نشيد بلادي طبعا، دي حاجه جميله. وطبعا المدرسه بتبقى يعني شامله فعلا، يعني احنا بنغير سلوك التلميذ، سلوك التلميذ دي، لان في المرحله الاولى دي التغيير فيها من كله، من دينيا، اجتماعيا، ثقافيا. بيبدا التلميذ من سنه اولى ابتدائي، وانت بتزرع، هي بذره بتجي لك نظيفه، انت اللي بتشكلها في المدرسه. تمام استاذه فاتن، يعني فيما يتعلق بمدى اهتمام المدرسه، وهي مدرسه تجاريه بنات، بالأنشطة، يعني كلمينا عن طبيعة الأنشطة اللي بتقدمها المدرسة، وبرضو إذا كنتم بتهتموا باكتشاف المواهب وتنميتها. احنا برضو عندنا فعلا اكتشاف مواهب، سواء غناء أو إلقاء شعر، وبيبقى عندنا فعلا مواهب جميلة جدا.
وعايزه اقول برضو بس تعليق صغير على الاستاذه ساميه، هي قالت احنا بنربي الاسلوب، انتوا بتربوا واحنا بنعدل السلوك. يعني بجد، لان احنا عندنا خلاص هم بيبقوا عندنا جاهزين، هم متربين جاهزين، بس السلوكيات عندهم بتبقى معظمها مش مظبوطه. يعني في سلوكيات كتير في المجتمع عندنا عموما مش حلوه، فلازم تتغير. بالنسبه للانشطه عندنا المجله الاقتصاديه، لان طبعا تجاري فدايما التركيز على الاقتصاد. فعندنا المجله الاقتصاديه دي بتبقى كل سنه، وبناخد برضو مراكز اولى ان شاء الله الحمد لله. يعني عندنا قلنا زي ما قلنا لحضرتك برضو الاكتشاف المواهب كلها، سواء القاء شعر او اغاني او غير كده بقى النشاطات اللي هي الانشطه بتاعت اللي البنات بتشتركوا فيها بقى. مع مدارس اخرى مثلا، دي بتكون يعني كلها مدارس من نفس النمط، يعني مدارس كله تجاريه، تجاري. ولا ممكن بتشتركوا مع مدارس صناعيه، مع مدارس لا، تعليم هي عام؟ الفني كله مع بعض، الفني كله مع الفني بعض. كله مع بعض، هو حلقه كلها مرتبطه بس ببعض. انا احيانا كنت بشوف في بعض الاحداث بيبقى فيه يعني مختلف ال بيسموها ايه، الكاتيجوريز، يعني الفئات بقى في التعليم الفني. لا بس احنا كلنا حلقة متواصلة مع بعضيها، بس عندنا كمان في الأنشطة برضو الاهتمام بمسابقات دايما أول بس ليه الطلبة الجرعة يعني مثلا الأدبية مش واخدة حقها؟ يعني ليه ما بيكونش في أنشطة أدبية؟ ليه برضو الدراسة الأدبية في المدارس التجارية أو في التعليم الفني برضو يعني قليلة؟ ما احنا قلنا ده بيرجع لمستوى الطالب أصلا داخل تعليم تجاري. ممكن تنموها من خلال الأنشطة، ما احنا بنحاول، بس في يعني هل برضو في المدرسة في مكتبة مثلا، مكتبة لا ده ثقافية؟ في مكتبة وفيها يعني مجموعة كتب قيمة جدا، وفيها دايما ندوات، والطلبة على طول يعني كل فصل بيبقى ليه حصة في الأسبوع بينزل، دي اسمها حصة المكتبة. فبينزل يعني بينزل فيها، وبيجي ناس من بره كمان يقعدوا يعني معاهم، ان هم بيغيروا بيدوهم ندوات سواء دينية ثقافية سياسية، مش سياسية قوي يعني، بس بحيث ان هم ينموا عندهم الروح الوطنيه او المواطنه. تمام. استاذه ساميه، يعني فيما يتعلق بالجزء اللي اثرته استاذه فاتن، يعني هي تقريبا بتضع عليكم كل اللوم في اي سلوكيات غريبه بتصدر من الاطفال، يعني هل يا ترى المدرسه بيكون عليها النسبه الاكبر في تربيه الطفل، ولا ممكن بيشترك فيها الاهل، بيشترك فيها البيئه المحيطه؟ لان الطالب طبعا بيتاثر مش بس ببيئه المدرسه، ولكن ببيئه البيت، البيئه المحيطه، باي مكان بيذهب اليه. فهنا نسبه المدرسه يعني بتبقى دورها يعني تقريبا بيبقى حوالي كام في المية فيما يتعلق بتربية الطفل وسلوكه اللي ممكن يكون كويس ممكن يكون مش كويس؟ هو نسبة طبعا لازم في ترابط بين المدرسة والأسرة، لأن الأسرة لازم يبقى اهتمام الأسرة متابعة التلميذ في المدرسة، وإحنا يعني كذلك. لما يصل الطالب مثلا يدخل مدرسة عند مدام فاتن مثلا ويظهر عليه سلوكيات مش تمام، هل اللوم بقى فعلا رجعوا ليكوا كمرحله ابتدائي المفروض ان انتوا اخرجتوا هذا الجيل؟ هو طبعا الاول، طبعا هو دي البذره الاولى اللي هي ايه، اللي هو التلميذ في المرحله الابتدائيه. هو فعلا تشكيل التلميذ بيتشكل من خلال الفتره دي، لان 6 سنين في المدرسه طبعا دي حاجه بيقعد التلميذ، تبقى بقى بعديها بيطلع على الاعدادي، والاعدادي على الثانوي. فيعني هو التشكيل نفس بس هو التشكيل. معرض ان هو يخرج من بيئه مدرسه ابتدائي يدخل في مدرسه اعدادي، يكون يعني بيئه مختلفه، مختلف. تغير سلوكه، وتغير التربيه اللي اترباها قبل كده، يدخل بقى الثانوي عند حضرتك. يعني ما هو السلوكيات يعني عند الابتدائي، السلوكيات اللي بيكتسبها الطفل في الاول، الغش في الامتحانات، يعني اكتر الحاجات السلبيه اللي بتواجهوها. ايوه، النظافه، المحافظه على المدرسه والبيئه بتاعتها، ده اساسا الابتدائي. بس هل بتفضلوا تلوموا وتقولوا ما احنا اللي لا ما سبقونا، ولا لا ما فعلا بتحاولوا لا بنعدل لا بنعدل. ما هو انا بقول احنا تعديل للسلوك، هم من خلال مين؟ السلوك من خلال مين؟ يعني هل من خلال المدرسين ولا الستاف كله بتاع المدرسه، الستاف المدرسه كله. طيب يعني الاخصائيين الاجتماعيين ايه دورهم في المدرسه؟ وهل هم متوفرين ولا؟ لا متوفرين، ومعاهم يعني مثلا اول حاجه الصبح بيبقى الاخصائي الاجتماعي، يمكن بيكون حاضر قبل اي حد.
لان بيبقى معاه السجل اللي هو بتاع تاخير الطلبه، يعني الطالب اللي بتاخر، طالبه عندنا اللي بتتاخر لازم بيكتب اسمها ولازم بيكتب التوقيت اللي جت فيه، ولازم بتصل بولي الامر ويعرف او يبلغه ان الطالبه دي اتاخرت. طبعا ازاي المدرسه، شغله الاخصائي، حصر الطلبه اللي هم غير قادرين ماديا عشان ان هو يوفر لهم الاعفاء من المصروفات او ان هو يدخلهم مجموعات تقويه، فده كله بيبقى شغل اخصائي. اي مشكله طبعا بتقابلنا مع الطالب نفسه، في طلبه بيبقى ليهم سلوكيات احيانا شاذة بس مش كتير، يعني مش طلبة كتير، بيبقى في يعني عدد قليل بس بس. يعني على فكرة حضرتك يعني دي حاجة طبيعية وموجودة في أي مكان. ما هي موجودة في أي مكان، وخاصة احنا عندنا كمان السن بتاعنا بيبقى صعب، لأن احنا سن الثانوي سن المراهقة كله، فده بيتقابل معانا احنا صعوبات كتير. تمام. بس يعني بس بتهتموا بالجانب النفسي للطلاب، الجانب بتهتموا بالتواصل مع أهاليهم، وهل يا ترى مثلا وجود مثلا مواقع التواصل الاجتماعي هل بتقدروا تستغلوها ان انتوا تتواصلوا اكتر مع الأسر بشكل افضل من خلال هذه المواقع؟ لا، ما هي طبعا بتستغل، والأسر على طول مع اتصال مع المدرسة، لأن المدرسة يعني أول ما الطالب بيدخل أصلا أرقام تليفونات الأهالي والعناوين كلها موجودة، وشؤون الطلبة بتقوم بأي برضو أي مشكلة الطالب بيعملها، بتتصل بولي الأمر وبيجي وبيشوف سبب المشكلة إيه، وبيتعاون طبعا مع المدرسة في حل المشكلة. تمام. أستاذة سامية، برضو لو كلمتينا عن يعني مدى اهتمامكم بالتواصل مع أولياء الأمور، لأن أنتم في المرحلة دي بتبقوا الطرفين يعني مشتركين في تربية الطفل وتنمية كل جوانب شخصيته، فإلى أي مدى بتهتموا بهذا الأمر وإزاي بتقوموا بتنفيذ ده؟ احنا بنهتم طبعا في يوم لأولياء الأمور اللي احنا بنعمل لهم يوم مثلا من الساعة مثلا 12 بعد انتهاء اليوم الدراسي، ان احنا نتواصل معاهم لو في مشكلة عند الطالب. برضو الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة بيقوم بعمل مثلا أي حاجة للتلميذ ده، أو التلميذ اللي هو ايه التأخير مثلا، دي مشكلات بتقابلنا، يعني التأخير عن المدرسة، ممكن بعد الايه بعد السكن، وبرضه نفس حاجات كتيرة طبعا، ممكن تبقى في مشاكل أسرية في الأسرة نفسها برضه بتأثر على التلميذ. احنا برضه من خلال ليه بيبقى المدرسة في بعد السكن؟ مش المفترض ان الطالب يلتحق بالمدرسة على حسب أحيانا البعد طبعا الجغرافي احنا يعني؟ طبعا في السنين دي طبعا خلال الوزارة عاملين المربع السكني، ما بناخدش تلميذ الا من خلال المربع السكني، لان دي طبعا بتاثر على العمليه التعليميه. لما بيكون بعيد بيحصل تاخير، التلميذ طبعا بتغير نفسيته طبعا لما يجي يتاخر كل يوم، فعشان كده احنا الوزاره خدت برضو ايه الحته ان انت لازم تلتزم بالمربع السكني خلال الشارع اللي انت شارعين من جنب المدرسه. ففي تواصل دايما بين ولي الامر وبين المدرسه، ولو مش كان في تواصل دايما وخاصة المرحلة الابتدائية دي لازم يكون تواصل، لأن الأم أو الأب لازم ياخدوا ابنهم من وقت. هي مدرسة حكومية ولا خاصة؟ لا، حكومية. طيب، في ناس كتير قوي يعني بدأت بتخاف من إنها تلحق أطفالها بمدارس حكومية، يعني هل يا ترى الأمر يستحق هذا التخوف ولا بيبقى مبالغة منهم؟ حضرتك السنين الأخيرة دي كلها جالنا تحويلات، يعني أقول لحضرتك حوالي 40% من المدارس الخاصة كلها متحولة على الحكومة. ليه؟ لأن ليه ميزة في الحكومة، ميزة يعني، لأن طبعا كل حاجة لها، مش يعني مفيش تسيب، أكيد الحكومة طبعا الوزارة شايفة شغلها كويس، والإدارات طبعا متابعة دائمة. فكتير من المدارس الخاصة بعد الأسعار المرتفعة اللي هي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، المبالغ اللي بدأوا يحولوا عيالهم، وفعلا فترة وبتقبلوا التحويلات؟ وبنقبل تحويلات من طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها كان في تحويلات، كان في دخول طبعا تلاميذ جدد لسه الصف الأول. فاحنا طبعا في تواصل دايما بولي الأمر، لأن لازم يستلموا من حضرتك، يعني لازم قبل ما يخلص اليوم الدراسي لازم، حتى لو فرضنا ولي الأمر اتأخر ما جاش في الميعاد، لازم نقعد لحد لما نسلمه
نسلمه الابن حتى لو قعد ساعتين ثلاثة، مش ما تفرقش مع المدرسة في حاجة. تمام أستاذة فاتن، برضو لو رجعت لحضرتك وفي مدرستك، يعني إلى أي مدى حضرتك شايفة إن المناهج ممكن تكون بحاجة إلى تطوير؟ وحضرتك ذكرتي التطوير في بداية الحلقة، فكيف يمكن أن يحدث هذا التطوير في المدارس التجارية؟ ما هو التطوير حضرتك لازم يجي من المنهج نفسه، من الوزارة، ان هو يشوف سوق العمل بس ايه متطلباته ويربط المنهج بيه. دي حاجة المدرسة ملهاش دخل فيها. دي ملناش دخل، لان احنا المنهج اللي بيجي لنا هو اللي احنا بندرسه، يعني دي احنا ملناش دخل فيها. فدي حاجة خاصة بالوزارة نفسها. هو بيقولوا ان في تطوير، بس احنا لغاية النهاردة هي نفس المناهج بتاعتنا اللي احنا بندرسها، ما فيش جديد، غير بقى معامل الكمبيوتر، ان هم بدأوا برضو كمان يعملوا الامتحانات على الكمبيوتر بدل نظام الامتحان اللي هو ورقة وقلم ويكتبوا، بدأوا يدخلوا كذا مادة في امتحانات الكمبيوتر، كله البنات تمتحنوا على الكمبيوتر بس. فاحنا عايزين بس تطوير للمنهج نفسه. تمام. أستاذة سامية، يعني حضرتك اتكلمتي عن إن أنتم بتقبلوا التحويلات، و يعني دي حاجة طبعا مفترض إن أنتم تعملوها، لكن ده مش بيزود نسبة التكدس في المدارس كثافة الحكومية كثافة الكثافة اللي هي يعني أساسا بتكون أعدادها زيادة بشكل غير عادي؟ هو حضرتك الإدارة طبعا موفر لنا إن أنتوا هتقبلوا لحد عدد التلاميذ في الفصل ما يزيدش عن، يعني محددة حسب الفصول، يعني كل مدرسة حسب المبنى بتاعها المدرسي، فهم طبعا بحددوا لك العدد، فما نقدرش ناخد أكتر من العدد. الكثافة بتاعتنا تبقى مظبوطة على دخول الدراسة. هم بقى إيه يعني مثلا لو ذكرنا السنة اللي فاتت مثلا كان الأعداد اللي حاولت اللي قابلتوها هو كانت طبعا كان 35 نسبة، عشان المدرسة من مبنى أولى لستة. من أولى لستة 35 في الفصل، لأن المدرسة طبعا مبنى مش يعني كل مدرسة حسب المبنى حديث أو المبنى مثلا، فطبعا كان على حسب ظروف 35 المدرسة. لكن طبعا في حكاية التحويلات طبعا التلميذ بنقبل التحويلات لحد هذا، وبعدين عندنا أطفال دمج ما هو ده يعني اللي انا كنت عايز ذو اكلم حضرتك الاحتياجات فيه بقى، الخاصة. يعني مدى يعني تقبلكم لوجود حالات الدمج او حالات ذوي الاحتياجات الخاصه بالظبط. مثلا في المدرسه، لان انا اسمع ان في بعض المدارس بتتشدد وبترفض مثل هذه الحالات، فيعني كلمينا هل ده صحيح ولا ممكن بتقبلوا هذه الحالات، وهل في نسبه معينه مفترض انها تقبل، يعني هل بتلتزموا بيها؟ بنلتزم طبعا بالنسبة، كل فصل بيبقى فيه مثلا ما يزيدش مثلا عن 5 تلاميذ 6 تلاميذ في الدمج، يعني لينا نسبة معينة حسب ما الايه طبعا الوقت التقديم والتحويلات دي كلها. التقديم طبعا على الحكومة الإلكترونية، فعدد بتحكم المدرسة ان انت من خلال الإدارة، من خلال الإدارة بتبقى متابعة لايه هناخد كام، لا هتاخدوا العدد يعني، فلا دي متاحة جدا، واحنا مرحبين بفصول الدمج لان احنا من سنة اولى لستة عندنا دمج. بس هل بتهتموا بتدريب المعلمين على التعامل مع طلاب الدمج، ومش بس المعلمين، الطلاب كمان المفترض ان هم يتعلموا ازاي يتعاملوا مع دورات تدريبية، الاطفال؟ دورات تدريبية طول الصيف على كل المدرسين، مش بي كل المدرسين بيتدربوا على ايه على دخولهم، لان المدرس طول النهار مع التلميذ ذو الاحتياجات الخاصه، اللي هم المخصصين للدمج دول اللي هي ذو الاحتياجات الخاصه بيبقى قاعد مع المدرس العادي في الفصل، يعني اتنين مدرسين موجودين في نفس الوقت. فطبعا في تدريب مستمر من الوزاره، فدي حاجه يعني مشرفه لينا احنا، نتبسط طبعا وهم يعني بصراحه يعني نوعيه جميله في المدارس، ووصلوا منهم وصل خدوا جامعات، اتخرجوا من جامعه، يعني دي حاجه حلوه يعني في تمام. مصر يعني. أستاذة فاتن، ما عندكوش طلاب لا دمج في لسه المدرسة؟ لسه احنا كان عندنا تدريب في الصيف قبل يعني الشهر اللي فات كده، علشان برضو يدخلوا عندنا طلبة اللي هم ذات الاحتياجات الخاصة. تمام. فيما يتعلق ب تعليم اللغات في المدارس التجارية، يعني أنا بلاحظ إن بتبقى اللغات دي حاجة مهملة جدا،
مش بيتم يعني تعليم الطلاب بالشكل المناسب بالشكل الجيد، مع ان دي حاجه يعني ممكن هتكون سلاح قوي ليهم في المستقبل يعني. ف يعني كلمينا عن مدى اهتمام مدرستكم باللغات الاجنبيه، يعني في الغالب هتكون لغه انجليزيه بس. لا بس احنا عندنا بيدرسوا لغه انجليزيه ولغه فرنسيه، بيدرسوا اللغتين يعني من اولى ثانوي، هما بيدرسوا اللغتين مع بعض، وتقريبا المنهج اللي هما بياخدوه في الدبلوم بيبقى مشابه كبير لمنهج ثانوية عامة. بس لما يعني بتقابل مع الطلاب في المراحل التجارية في الثانوي التجاري، بحس ان هما يعني اللغة بيبقى حاجة بس بيتعاملوا بيها على الورق، مع ان يعني على اساس ان هم ما عندهمش قدره على النطق بالظبط ان وكده. هما يتكلموا، ان هما يتكلموا يتحاوروا، ان حتى لو في نطاق المنهج يعني هما بيتعاملوا مع الدراسه على اساس انها حاجه بيمتحنوا فيها بيصبوها في الورق كعاده كتير من الطلاب وخلاص على كده. فيعني هل يعني بتهتموا ان انتوا تنموا اللغه عند الطلاب بشكل كويس من خلال تدريسها، من خلال معامل، من خلال مثلا يعني الاساليب التربويه الحديثه في التعليم؟ هو احنا عندنا طبعا المدرسين بيقوموا بدورهم في تعليم اللغه، بس زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج ان احنا الطالب عندنا في تجاري مختلف عن طالب الثانويه العامه. بس الطالب في التجاري برضه محتاج اللغه بشكل ما كبير هو جدا. محتاجها اكيد، بس هو برضو الاساس من اول ما بدا ياخد اللغه الانجليزيه. فالاساس ده مش موجود، انت بتبدا برضو ما مع احنا اتفقنا ان انتوا في مرحله يعني ما بتغيروا انا بقول لك يعني، بقى ما هو ما ينفعش اقول بنغير. مش موجود، لا انا لا عايز لا اقول ما هو احنا بنقول بنغير بس في حدود برضو الامكانيات الموجوده. يعني انت برضو مش هتقدر توصله لطالب الثانويه العامه. والله صدقيني حضرتك يعني في وجود الاراده ممكن الطالب لسه مازال في مرحله يعني ان هو يتقبل التغيير. هما بيتقبلوا في المواد التجاريه اللي بيدرسوها، اما لانهم بتبقى لسه جديده عليهم. يعني حتى لو كان الطالب منحرف بمعنى كلمه منحرف باسلوب معين من خلال الاداره ومن خلال الاهتمام بالجوانب كل الجوانب الخاصه بالطالب في حياته الاسريه حتى خارج المدرسه، ممكن تغيروا اشياء كثيره جدا وممكن تقوموا وتعدلوا سلوكيات الطلاب وتوصلوهم لمرحله فكريه يعني عاليه جدا. ما هم بيوصلوا بس مش الكل. بس ما ده النقطه بيحتاج مجهود طبعا، بس مجهود. وهو النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها اللغات، اللغات اساسا عايزه اساس. فالاساس ده اصلا يعني بيبقى ايه، هقول مش هقول فتره مش الاجازه موجود. مثلا، فتره الاجازه يعني هل بتهتموا ان المدرسه تكون فاتحه ابوابها، بحي... تقدموا انشطه مختلفه، تدوا لهم كورسات مثلا في الكمبيوتر، في اللغات، في اي حاجه ممكن تكون مفيده ليهم، ولا زي عاده مدارس كتير بتبقى قافله ابوابها والطلاب مش بيشوفوها غير لما بيدخلوا العام الدراسي الجديد؟ لا هي المدرسه مفتوحه ابوابها طول الاجازه واحنا على طول متواجدين، بس برضو الطالب عندنا ليه وضع خاص. احنا معظم الطلبة عندنا بيشتغلوا اثناء الاجازة عشان مصاريف الدراسة. زي ما قلت لحضرتك من البداية طالب التجاري ليه حتى مستوى البنات؟ حتى البنات. انا عايزة اقولك ان احنا عندنا مثلا في فصول خدمات بعد الظهر، البنات بتشتغل الصبح وتيجي على المدرسة بعد الظهر. فهم بيبقى ليهم نظام غير الطلبة التانيين، يعني هم ليهم مستوى تاني. تمام. أستاذة سامية، يعني فيما يتعلق بقرار إن سنة ستة ابتدائي أصبحت سنة نقل مش شهادة، الكلام ده معناه إيه؟ هو صحيح لما أصبحت إن هي نقل، دي برضو وفرت كتير. إن إحنا كنا بنتنقل ومدارس تانية وتشكيل لجان وإرهاق، يعني إرهاق جامد على الوزارة في عمل لجان امتحانات للصف. طب ليه ما نعملها في المدرسة وفي نفس الوقت يعني مش هتبقى نفس التكلفة والانتقالات اللي بتحصل في أيام السنة ستة. فأصبحت الوقت سنة إن هي في نفس المدرسة، سنة عادية، سنة ستة هتبقى في قلب المدرسة، ما فيش أي حاجة ومش في تأثير على أي هل حاجة. ده ممكن يؤثر على مستوى الطلاب في سنة ستة ابتدائي بحيث ان هم هيتعاملوا مع السنة دي على انها سنة وخلاص وهيعدوها وزي اي سنة فاتت، وبالتالي مش هيبقى فيه اهتمام قوي بالمذاكرة والحصول على مجموع عالي؟ يعني هل ده ممكن يؤثر في كده؟ لا احنا عندنا من الطالب من سنة اولى ابتدائي بحاول ان هو يبقى ايه مجتهد لحد ما يوصل سنة ستة. ما فيش فرق بين اولى وما فيش فرق بين ستة،
بس يعني الاهل والطلاب بيشدوا شويه في سنه سته ابتدائي على اعتبار ان دي سنه بيبقى ليها استعدادات خاصه، دي أول بتحتاج سنة. مذاكره واهتمام ومتابعه ودروس خصوصيه وحاجات دي، كل دي امور بتحصل يعني. لكن بما انها دلوقتي اصبحت سنه نقل، فده ممكن ياثر سلبا على المستوى التعليمي للطلاب، ولا ممكن تتعاملوا مع الامور بحيث ان ده ما يحصلش؟ لا ان شاء الله ما فيش اي تاثير على الطلاب ولا ولي الامر. طبعا زي ما هو ما نقول هيتنقل من سنه سته هيروح سنه اولى اعدادي، يعني طبيعي طبيعي لازم هي بيتنقل مرحله، وكذلك المدرسه هي نفس الشغل ونفس الاجتهاد في العمل، والمدرس طبعا بيبقى عنده طبعا ضمير لان احنا عمل التدريس. هم عاده بيبقوا مدرسات في المدرسه الرجاله قليلين جدا صح؟ عامه يعني بدات العمليه التعليميه يبقى فيها الستات اكتر، مدرسات اكتر من من حضرتك شايفه ان دي حاجه في صالح الطلاب في المرحله الابتدائيه؟ هو في الابتدائي طبعا بتبقى في صالح التلميذ، لان التلميذ الصغير بيبقى طالع من البيت عايز ام في المدرسه، ما برضه ممكن يبقى محتاج اب وطبعا وعايز الاب طبعا. احنا طبعا ما ننكرش فضل الاب على التلميذ، يعني برضه شخصيه الراجل ممكن تاثر في الاولاد. طبعا ما في مدرس طبعا تربيه رياضيه، في مدرس يعني برضه في حاجات معينه بتبقى فيها برضه المدرسين موجودين واحنا مش بذنبنا طبعا، ده دي حاجه من يعني هي الطبيعه وصلت كده. احنا كان الاول المدرسه كلها مدرسين، اصبحت يعني تلت وتلتين مدرسات يعني، فدي مش بيد طيب يعني ما تطلبوش بقى بالمساواه خلاص، انتوا يعني عديتوا الموضوع ده خالص. طبعا مفيش طبعا احنا المساواه، الرجاله هي المفروض دلوقتي تطالب بالمساواه. لا طيب استاذه فاتن، يعني فيما يتعلق بالطلاب اللي بيبقى احيانا كتير عندهم ضعف في القراءه او في الكتابه، بيوصلوا للمرحله الثانوي ازاي؟ انا مش عارف بس بيبقى اسال بقى اسال مدام سامير هسالها بس انا عايز اسال حضرتك يعني ازاي بتتعاملوا معاهم، وايه برضو مدى استفادتكم من برامج القرائيه؟ احنا والله الطلبه اللي هم بيبقوا ضعاف في القراءه او في الكتابه، هم مش بيبقوا ضعاف يعني الدرجه اللي هي، بس بيبقوا شويه دول بيبقى ليهم اهتمام خاص، ومن خلال برضو ان انت بتديهم ثقه في نفسهم وبتبدا معاهم من الاول على انك لا انت هتغير من نفسك، انت هتبقى افضل، ففعلا الطلبه بتتغير. تمام. أستاذة سامية، يعني دايما اللوم بيقع عليكي في كل سلبيات طلاب الثانوي، فكلمينا برضو يعني عن تطبيق البرامج القرائية عندكم، وإزاي بتتعاملوا مع طلاب ضعاف يعني ضعاف في القراءة والكتابة وممكن في التحصيل العلمي بشكل عام؟ هو طبعا في خطة لمعالجة الضعاف، وطبعا القرائيه دي طبعا احسن حاجه اتعملت في خلال السنوات الاخيره دي، جابت نتيجه عاليه جدا، واصبحت يعني النسبه ارتفعت جدا في الفتره اللي فاتت دي. برضو القرائيه دي تدريب المعلمين عليها كان فتره جامده الفتره اللي فاتت يعني، فبرضه جابت نتيجة حلوة وممتازة بصراحة يعني. بتنفذوها بالتوازي مع المناهج ولا يعني بالتوازي مع المناهج وباستمرار طبعا، وفي نجاح ما شاء الله يعني، جابت نتيجة يعني مع غير الأول خالص يعني، احنا الحمد لله المدرسة. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، عشان دايما بيقال إن السنوات الأولى من التعليم هي أكتر سنوات بيتم فيها تسرب من التعليم، يعني على مدار خبرة حضرتك يعني هل لاحظتي وجود حالات تسرب، وهل الحالات دي كتيرة، وإزاي أساسا يعني بيقولوا الوقاية خير من العلاج، فإزاي بتتعاملوا مع الموضوع ده قبل ما يتم؟ هو بصراحة التسرب ده بيجي من الأسرة، لما يكون في انفصال بين الأب والأم دي بيحصل تسرب في التعليم، بيصبح التلميذ قاعد مع مامته فبيضطر يروح المدرسة، لا ما بيروحش المدرسة، بيبقى في يعني ايه، فدي حاولنا كتير ان احنا نعالج يعني لاحظتي وجود حالات كتير قبل كده كان في حالات كتير تسربت من التعليم، وفي حالات طبعا حاولنا ان احنا نعالج دي، نقابل الأسرة ونشوف ايه اللي مخلي التلميذ، مع عن طريق الاخصائي الاجتماعي في المدرسه او الاخصائيه الاجتماعيه،
وعرفنا طبعا المشكله، وبدا في تلامذه طبعا. ايه المشكلة؟ المشكله بتبقى ساعات هل هي فقط، يعني انا شايف ان ممكن يبقى فيها اسباب كتير مش شرط متعلقة طبعا بالتفكك الاسري مثلا. بيبقى ساعات المشكله طبعا ضعف التلميذ. ممكن يكون الطالب مثلا، اصل دي مرحلة ابتدائي، وعارف حضرتك يعني دايما عدم بنفتكر، تركيز. دايما بنفتكر واحنا صغيرين ان في مدرس مثلا حببنا في مادة معينة وفي مدرس كرهنا فيها، ما ممكن يكون العيب برضه في المدرسة وممكن يكون في المعلم نفسه. فعلا، بس طبعا احنا الحته دي طبعا احنا عن طريق الاخصائي الاجتماعي اصبح ان بنعرف ان التلميذ ده متسرع، يعني هل في مدرس مضايقك في المدرسه، هل في كده. بنحاول طبعا نشوف ايه، هل الاسره طبعا مش عاد زي الاول اللي ممكن الاسره تسيب التلميذ من غير تواصل. لا، ده بالعكس، ده عاد العامل نفسه اللي بيبقى عامل يجي ويتابع ويشوف ابنه ايه طبعا العمليه في ايه او كده. فمتابعه الاسره دي طبعا مهمه مهمه جدا يعني. تمام. أستاذة فاتن، يعني إن شاء الله كده في العام الدراسي الجديد، هل حضرتك متفائلة بيه؟ وهل يعني في أفكار جديدة عند حضرتك بحيث إن السنة دي تبقى سنة يعني سبيشال كده، سنة فريدة من نوعها بإذن الله في كل شيء جميل؟ إن شاء الله تبقى سنة جميلة وبأمر الله، وإن شاء الله ألتقي بيك في الأجازة بعد نتيجة الدبلومات إن شاء الله مع أوائل على مستوى الجمهورية، لأني أنا متفائلة خير السنة دي بالدفعة الجديدة اللي أنا هشتغل معاها إن شاء الله، والمدرسة هتشتغل معاها، لأن إن شاء الله تحقق نتيجة كويسة جدا ويبقوا طلبة متميزين بجد نفخر بيهم كلنا ان شاء الله. استاذه إن ساميه، شاء يعني ايه الله. اللي بتتمنيه في السنه دي، وايه اللي ان شاء الله هتسعي لتنفيذه من خلال العام الجديد؟ إن شاء الله أتمنى طبعا التوفيق لكل الطلبة، التلاميذ من الصغر لحد لما يوصلوا الثانوي طبعا. للأستاذة فاتن بس أتمنى مش إن هتعمل. المدارس تبقى يعني في مسابقات بين المدارس كده، بتظهر يعني حب التلميذ، النشاط الأنشطة تشتغل حلو جدا زي كل سنة، وأتمنى النجاح طبعا والتوفيق. أتمنى لكم كل التوفيق. ضيوف الأعزاء، أستاذة فاتن سيد أحمد، مديرة إحدى المدارس التجارية، سعدت بوجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا لك. بشكرك أيضا أستاذة سامية صادق محمد، مديرة مدرسة للتعليم الأساسي، سعدت بوجود حضرتك أنا معانا، شكرا شكرا على جزيلا لحضرتك. شكرا جدا، وكل سنة وأنتم كل طيبين. سنة وحضرتك طيبة. وبالمناسبة يعني بنقول لوزير التربية والتعليم شكرا، وكل سنة وهو طيب، وكل جميع وزارة التربية والتعليم، لأن فعلا في مجهود عالي يعني فوق العادة يعني. دي حقيقة، دي حقيقة ان كل الجهود دي ملموسة بجد فعلا. ومشاهدينا الكرام، يعني يمكن دايما بنتعامل مع المدير على انه شخص بيغلق ابوابه امام الجميع، بيتخفى في حجرته، لكن النهاردة احنا جايبين لكم مدراء المدارس قدامكم عشان تعرفوا ازاي بيفكروا، ازاي بيسعوا للتطوير، ازاي بيهتموا بكل ما يتعلق بالطالب، سواء في حياته داخل المدرسة او في حياته خارج المدرسة. وكمان كان مهم ان احنا نتعرف على ازاي بيتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال نموذجين لمدرستين، واحدة تجارية وواحدة للتعليم الأساسي. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من خلال هذه الحلقة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة أخرى. كل عام وحضراتكم بخير، لنا لقاء آخر. إلى اللقاء.